يلا يا يارا، عندنا كلمة المرور لابد أن لا تزيد عن 4 أرقام. غلط. لا يمكنك حل أي مشكلة قد تظهر لنا أثناء استخدام الكمبيوتر، يعني أنت ما بتقدريش غلط. تحلي المشاكل اللي بتظهر لك في الكمبيوتر. يستخدم الرمز اللي هو مش عايزة أقولك اسمه، اللي هو الشرطة المايلة دي، لإجراء عملية القسمة في برنامج الإكسل. الشرطة دي اسمها ايه؟ دي بنقسم بيها، دي اللي هي الرمز بتاع القسمة. صح. صح. التحقق من الاتصال واي فاي هو احد الحلول المحتملة لبطء عمل محرك بحث. يعني لما بتيجي التحقق تخشي من الاتصال بالوايفاي. لو انت داخلة تعملي بحث على الكمبيوتر ومش راضي يبحث معاكي، فلازم تتحققي من اتصال الواي فاي. صح. يتيح برنامج إدارة كلمات المرور تقديم كلمات مرور للمستخدم. نعم. كاتب لبطء مش لسه يعني يلا يا يعني مش اجتماعي زي في أيوة السؤال لبطء، اللي هو يعني أنت داخل بتبحث، أو أنت داخل دلوقتي تبحث، بتعمل سيرش دلوقتي على جوجل مثلا، وهو بطيء معاك، مش راضي يجيب لك النتائج، مش راضي يجيب لك معلومات. فده معناه ايه؟ انت كده كده على الانترنت اهو، انت كده كده على شبكة الانترنت ومش راضي يوصلك لمعلومة. فده معناه ايه؟ معناه الانترنت بتاعك ضعيف، لازم تتأكد ان الواي فاي بتاعك شغال وان عندك اتصال بالانترنت ولا لا. فهمت؟ جبت سؤال غلط. محرك البحث ده اللي هو السيرش اللي انت بتعمل عليه سيرش. تمام؟ طيب عندنا يتيح برنامج إدارة كلمات المرور تقديم كلمات مرور للمستخدم. صح. صح. لا تستطيع إنشاء نسخ احتياطية من الملفات. لا تستطيع. غلط. غلط. إن إحنا بنعمل نسخ احتياطية على الفلاشة أو على الديسك هارد عادي جدا. عند وجود مشكلة في معالجة الملفات الكبيرة الحجم يمكن غلق بعض البرامج. لو انت عندك مشكلة في الملفات اللي هي انت عايزة تنزلي ملف بس الملف كبير حجمه كبير، فانت الجهاز عندك مش هيستقبل، المفروض ان انت هتشيلي برامج من عندك على الجهاز عشان تفضي مساحة ولا لأ؟ صح. صح. حقوق النشر تعني استخدام أي عمل إبداعي من الإنترنت بدون إذن صاحبه. يعني أنت بتاخدي أي حاجة بتاعت أي حد. غلط. غلط، لأن هو عامل حقوق نشر. للحفاظ على يا مش أمان بعد معلومات إذنك. التعريف الشخصي. نعم. هو ممكن لو انت بتجاوب على الأسئلة تعملي بالقلم عليها علشان بعد ما تخلصيه بالنقط اعمل نقطة كده. احنا في رقم 67. اوه 67. 67. حقوق يعني موافقة؟ النشر تعني 67. حقوق النشر تعني استخدام اي، دي قلناها غلط. للحفاظ على امان معلومات التعريف الشخصي الخاص بك. حدث اجهزتك بانتظام. عشان تحافظي على الأمان بتاع الجهاز بتاعك لازم تحدثي الأجهزة بتاعتك بانتظام، صح ولا غلط؟ صح. صح. حقوق النشر تحمي الصور والموسيقى والأفلام والألعاب وبرامج الكمبيوتر والمواقع الإلكترونية. صح. صح. برنامج إدارة كلمات المرور يستخدم في إنشاء كلمات مرور قوية. برنامج دراسة كلمات المرور يستخدم في إنشاء كلمات مرور قوية. صح. قانون حقوق النشر يحمي كلا من المحتوى المطبوع والرقمي. صح. بيحمي الاثنين. صح، لأن الرقمي كمان اللي هو الورقي اللي هو المطبوع يعني بيبقى مكتوب عليه اسم المؤلف، فكده كده محدش هيعرف ياخده ويكتب عليه اسمه، هيبقى صعب.
ماشي. من المهم تحديد المصادر الإلكترونية الموثوقة عند إجراء بحث. بتحددي المصادر صح. اللي انت عايزة تبحثي فيها، المصادر الموثوقة، صح. يجب عدم الاشتراك في موقع إلكتروني يطلب الكثير من المعلومات الشخصية، بيقعد يطلب بقى رقمك السري وانت بريد إلكتروني اسمه ايه وهكذا، صح. برافو. الحقائق تستند إلى وجهات نظر الشخص وخبراته. حقائق تسند إلى وجهات نظر الأشخاص وخبراته، صح. لا غلط. الحقيقة اللي هي ملهاش علاقة بأوجه النظر دي اسمها الآراء، دي وجهة نظرك انت، رأيك انت، ليك رأي وانا ليا رأي وحد تاني ليه رأي، مش كلنا رأينا زي بعض. لكن الحقيقة مفيش اتنين بيختلفوا عليه، هي حقيقة خلاص احنا عارفينها، فاهمة؟ اللي هو حاجة مفيهاش ماشي. جدال. يجب من عدم الصعب عمل الاشتراك، نسخة احتياطية. احنا في ايه؟ 75، 75 يصعب من الصعب عدم عمل نسخة احتياطية لو لو صورك من خلال محرك القرص الصلب الخارجي. غلط، صح. عليك أن تتوخى الحذر عند التفاعل مع أشخاص جدد عبر الإنترنت، صح. يعني تخلي بالك وانت بتتعاملي مع الناس، صح. لا ينصح باستخدام برامج مكافحة الفيروسات على أجهزتك. صح. لا ينصح باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات على أجهزتك، دي غلط. لازم احنا قلنا بننزل برامج مكافحة الفيروسات عشان يشل أي فيروس موجود على الجهاز، وبيقول لك لا ينصح، مش ينصح. ده برنامج بيشيل الفيروسات. يمكنك مشاركة معلوماتك المخزنة على الكمبيوتر. غلط. لا صح، عادي انت بتشاركي المعلومات بتاعتك اللي موجودة عندك على الجهاز، مش انا ممكن ابعت لك ملف زي دوت مثلا عندك على الواتساب، فانت بتبعتي لي صورة ليكي انا احنا بنشارك مع بعض. بس الفكرة بقى هو طبعا عادي ان انت بتشاركي المعلومات، الفكرة ان انت بقى تشاركيها مع مين، فاهمة؟ بتشاركيها مع حد موثوق بيه، لكن عادي جدا ان انت تشاركي المعلومات، ده صح. جميع مواقع الانترنت لها مصداقية، يعني كلها صح، ليش جماعة؟ لا غلط. جميع مواقع الانترنت لها مصداقية. غلط. ليس من الضروري الاستشهاد بمصادر بحثك، غلط. ليس من الضروري غلط. برافو، شطورين جدا جدا، ممتازين، مستواكم حلو جدا ما شاء الله. هنركز كويس جدا، السؤال يتقرأ مرة واثنين وثلاثة، لأن أنا عندي قلت لكم يعني كلمة لا اللي ممكن تيجي دي ممكن تغير لي السؤال كله. زي مثلا لا ينصح باستخدام برامج مكافحة الفيروسات على جهازك، ممكن أنت بتقري بسرعة فما تشوفيش كلمة لا دي خالص، تقولي ينصح باستخدام برامج مكافحة، فهعملها صح زي ما أنت عملتي دلوقتي. ليش فنركز في أنا السؤال كويس جدا، مكافحة نقرأ السؤال مرة واثنين. إيه؟ خلوا بالكم عشان اللينك هيفصل دلوقتي. بتقول ايه يا مروان؟ ليه انا فوق حاسه مش حاجة؟ أنا ما كنتش بقول حاجة. بكره ايه؟